السلام عليكم، تحياتي لكم، لاباس عليكم. كنتمنى لكم تبارطاجيو وتضغطوا على الزر، واللي يشارك اول مره القناه يزيد يشارك معها ويبارطاجيو تعليقاتكم. احنا كان بين لكم مدحا وناس كتفرج الكره. دابا هذا جول الوداد ضد الترجي. انتما كتشوفوا كيفاش الناس كامله الاعصاب ديالها، كلشي الاعصاب ديالو، كيفاش كلشي في الاعصاب ديالهم، كلشي باغي يتفرجوا، باغي يشجعوا الوداد. جول 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 كما كتشوفوا الناس كلها بالاعصاب ديالها، باغيين كيشجعوا الوداد. وما كرهناش نسمعوا التعليقات ديالكم حتى نتوما، ونشوفوا الاصداء ديالكم، واش الوداد غلبة ولا خسرة. انا كنشوف التشكيله هذه وقيلا غتخرب التعادل، ما كنظنش بان شي غلب في حاله ما الى اما هو نورمالمون كيف حتى في الحطه راه حذاري من لي كونترا اتاك ديال الفريق التونسي اللي هو كيلعب على لي كونترا اتاك باين. والوداد الا مشى غلط دار شي اخطاء راه غادي يتحمل مسؤوليته. هو ماتش صعيب ماشي ساهل، سيرتو غتلعب في الوداد في الدار، وغتخرج تلعب في الاياب على الروتور عندك عندك في تونس. التونسيس هادشي هذا راه خطير. دابا اللي كنشوفو الوسط، بان الوسط باقي ما شدو تونس، كتلعب لها تحاول تعمل لي كونتر اتاك، وقفه في الديفونس وفي الوسط. الوداد نورمالمون تي كتلعب على ديك اللاعب المغربي اللي هو خصو يتبدل، اللي هو سونتراج سونتراج سونتراج، وتونس عندها دفاع قوي. هادو بعض النقاط اللي ما عمر الذكاء المغربي كيحاول يلعب عليه. كنتمنى انا كنت كنشوف في الهجوم يلعبوا كره قصيره، كره برازيليه في الهجوم، كره قصيره تيكا تيكي تاكا. دائما كنحاول نشج كونتر اتاك صعيب، اخر جد سليمه هاد المره في رونوسي. المره الجايه واش غتكون سليمه ولا غانمه؟ كيف يجيك الماتش اخويا؟ كيف غيجيك الماتش؟ الحق واخا زعما لا والو، هذاك والو، هذيك والو، هذيك والو، هذيك والو، بزاف عيا. هذاك الضعف ديالو هو هذا الضعف ديالو، ما كيعرفش فوق حتى يقدر يكون نقطة قوة، فهمتي كيفاش؟ يقدر يشكل خطر. وا سبعة ديال لي باس ديال الاخر بزاف. كيفاش التشكيلة؟ كيفاش تحطها؟ ثلاثة 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 أربعة ثلاثة. ما عنديش مع الكرة أنا بزاف. مع الكرة كتفرج بالعاطفة، ما تغلبش. التحليات ما تقنيات، ما عندكش مع التحليات. هادشي خطير هذا. نورمالمون تي خصك تقوى قراءة عندك وكدا، خاص تعرف المعطيات اللي كاينة عند الوداد، المعطيات اللي كاينة عندك. واش انت إلا كانوا قويين آخرين وغلبوا كتقولوا بصحتكم؟ ما كانوش غادي كنشوفوا حدا الوداد. ترى جيت تبغى تغلب علاش؟ حيت ترى شاد الوسط وغتعمل لي كونتر اتاك. فالي على لي كونتر الوداد ديفيسيفا ديالها ضعيفة، وكتلعب على الكرة الطويلة، وكتلعب على لي با لي سونتراج. هاد السونتراج هادو دائما داخلين كبار غادي يهرسو دفاع طوالي، كيلعبو يمشي يدخلو بالتصريبات في الوسط، الوسط يطلعو للحارس، يوصلو للحارس داخل العاد ويوطو. يطلع فيه هنا واحد الوقت تعرف تقرا القراءات ديال
كي جاك الفيديو على الماتش اخويا كي جاك الماتش انت كهونه ديالك ها انت عبد الرحمن خطير على مصالح ديالك هذه اللعبه واضحه تاكد راه باقي 90 دقيقه راه باقي حنا غير واحد جوج ثلاثه اربعه شوف السيف ديفونس شوف سبعه ديفونس واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته معايا ما كاينش بوحدو بوحدو بين ثلاثه يضيعوا كره سهله لا وما علينا انا غنخليكم كنشكركم على التتبع كنتمناو كنتمناو فرجه الجميع تكون زوينه وكنتمنى النتيجه تكون ترضي تشوت 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 وما بغى يتوت ما بغى يعدل والو كيفاش غادي يهدد الشبكه ما فهمناش هالي تحياتي ما تنسوش بارطاجيو حنا بالاعصاب ديالنا كنتمناو كلنا مع الوداد بالحق مع الوداد اللي تلعب اللي تستحق الغل ماشي اللي شوف شوف على الكره شوف ها ها سير فرصه ضاعت فرصه ضاعت ما غتعوضش هالي تحياتي بارطاجيو ضغطوا على اللايك وشاركوا معنا وتعليقاتكم كنسيروها ونخليكم حتى فيديو اخر